مني على كتاب ولا على سنة. الكتاب والسنة احتفلوا بسيد السنة وصاحب السنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول وأنا رؤيا أمي حين حملت بي. فماذا رأت أمك يا رسول الله؟ اسمع شوف أم النبي قالت إيه. قالت رأت نورا خرج منها أضاء له قصور بصرة بالشام. ليه قصور بصرة بالشام؟ علشان قصور بصرة دي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وهي كانت إحدى قوى المسيطرة من الدول العظمى المسيطرة على الزمان في ذلك الوقت. نمرة اثنين يقول لك أن ساعة موضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الشفاء وسويبة والسيدة فاطمة أم سيدنا عثمان بن العاص تقول الثلاثة بيقول رأينا نورا خرج معه عم المشرق والمغرب. حاجة ثالثة، الحاجة الثالثة ارتج عند وضعه صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى. ارتج حصل زلزال في إيوان كسرى ده. إيوان كسرى ده هي عرش مملكة الفرس، ودي كانت القوة العظمى الثانية بالوجود في ذلك الوقت. قصور بصرة بالشام مملكة الروم. إيوان كسرى ده كان إيه؟ كان مملكة الفرس. معنى كده أن نور صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بطن أمه زلزل كل عوالم الشر. مش كده وبس، ساعة ما خرج حضرته من بطن أمه بتقول أنه خرج مختونا مسرورا مقطوع السرة رافعا سبابته إلى السماء ساجدا. وبعدين لما خرج على هذه الهيئة وقع من إيوان كسرى 14 شرطة. 14 شرطة يعني 14 شباك من شبابيكم. وشرفات الإيوان ده كانت حاجة بيتباهى فيها في العالم، مفيش منها تاني. كان مبنى مفيش منه اثنين في الوجود، كان حاجة كده مبنى حضاري مش ممكن يتكرر تاني. فلما طلع شرفاته واشمعنا 14 ليه بالذات 14 شرفة؟ قالوا علماء السير تتبعوا ذلك الأمر لما كسرى في الليلة دي علم بذلك جمع الكهنة وأهل الكتاب في زمانه قالوا له سيحكم من بعدك 14 ملكا ثم تزول مملكة فارس. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وفي سن 40 كان آخر الملوك 14. وسيدنا النبي وهو في غزوة الخندق ضرب بإيه؟ ضرب بمعاوله على صحفه وقال إيه؟ قد الله أكبر، فتحت فارس، فتحت الشام، ملك الروم راح. ثاني مرة كمان. وفي الوقت ده حضرت النبي كان ألم يكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إنه نوره بس خروجه من بطن أمه ما قالش حاجة لحد. حد إيوان كسرى اللي في ذلك الزمان كل مهندس ومعماريون الوجود كانوا بيتعلموا لله بناء هذا الإيمان. كمان غاضت بحيرة سامة وفاضت بحيرة سماء. ساوى دي بتاعت موجودة في العراق، بحيرة ساوى موجودة في العراق، ميتها جيلاتينية غريبة جدا ملهاش منبع. العلماء بيدوروا قعد لدرجة إن النصارى واليهود كانوا يقدسوها وكانوا يبنوا الأديرة والكنائس بتاعتهم حواليها والرهبان يعملوا المعابد عليها، لدرجة إنها وصلت إلى مرحلة إن بعض الناس تطرقوا في فهمها إلى أنهم عبدوها. ليه؟ السمك بتاعها بيطلع غريب جدا، المية تاخدها تطلع بيها بره البحيرة تمسكها في إيدك كده تتحول إلى مادة هولندية جيلاتينية كده. مية غريبة مفيش منها اثنين في الأرض.
أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الليلة دي، الليلة دي يا أخوان الليلة اللي ولد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بطنه كده، البحيرة دي اللي كانت مصدر نماء العراق كله غاضت، يعني المية بتاعتها جفت في ساعتها، ودي طبعا معجزة كونية غريبة جدا. ألم يكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم؟ مش كده وبس، نار فارس قعدوا يعبدوها 1000 سنة، 1000 سنة بيفضلوا النار بتاع فارس، النار دي نار عظيم عبدوها 1000 سنة ما اطفتش ولا مرة. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل نور شعاع وجهه على الدنيا أطفأ بنوره نار الكوس. عشان كده كل قوة الشر في الوجود، كل قوة الشر في الوجود بتزعل لما نحيي الذكرى دي، لأن ده بيفكرهم بنفسهم. زي ما بنيجي نحتفل بحرب أكتوبر الوجود بيزعل. ليه بيزعل من الحاجات دي ويطلعوا لنا ناس تقول لي إيه؟ لا عيد لا إلا عيدين، عيد إحنا قلنا عيد يا عم. إحنا قلنا عيد. والنبي لما دخل المدينة لقى أن اليهود بيحتفلوا بيوم عاشوراء ويصومون. قال قالوا ذلك يوم نجى الله فيه ايه؟ موسى. قال انا اولى بموسى، بس ما عملوش عيد. احتفاله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء لم يكن هذا عيد. عيد حديث لا عيد الا مع بعض الناس بيسللوا بالحديث لا عيد الا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. ايوه يا سيدي انت فاهم ايه اللي علمت السنه؟ احنا عايزين نفهم. وجبت منين تفسير الكلام ده؟ العيد من العود. ويوم في السنة له طقوس وعبادات معينة. إنما أنا عشان أحتفل بانتصار أكتوبر ده شيء عظيم، أحتفل بأيام الله، ربنا قال كده قلت على كذا وأذكرهم بأيام الله ويوم ميلاد النبي، أم الأيام والليالي زي ما قلناكم مرة اللي فاتت. الحاجة الثانية، ها؟ الحاجة الثانية لما ولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الشيخ ابن كثير بيقول لك أن إبليس رن في الوجود 4 رنات، رن يعني صوت 4 مرات في حياته، تعب 4 مرات مش مقدرش يتحمل اللي نازل على الأرض وعلى الماء وعلى بسبب بني آدم، رن إبليس 4 مرات في الحياة. الرنة الأولى حينما خلق آدم، لما ربنا قال اسجد لآدم. ليه؟ لأن ربنا ميز آدم عليه من الغيرة بقى يصوت، وكمان أصل ربنا عطى لبني آدم ولآدم إنه نفخ فيه من الروح فما قدرش يتحمل الألم، فرنة صوت. ثانية حين أهبط إلى الأرض. الثالثة حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نور. وأن النور بتاع النبي، العلماء قالوا النور ده مين؟ النور الشافع نور النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الجن بيقعد فوق بعض ويسترقوا السمع بتاع الملائكه ويتحدث عن الغيبيات وينزلوا يخبروا كواهنهم وكهانهم واصحابهم من السحره ويفتنوا خلق الله بما يدعون من علم الغيب عشان يحفظ ربنا الوحي. ربنا عمل في السماء الاولى في سماء الدنيا شهاب رصد، اي حد يقعد في مقاعد السمع الشهاب يحرقه على طول. عرفت ليه بيزعل لما بنقعد نقول سيدنا النبي والنبي نور ونذكره بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ده بيتعب شيطان، لأن ده بيأذي شيطان ويقعد يدور في الأحاديث والآيات على حاجة يركبها غلط، كلام الحق ويراد به الباطل عشان يفتن الأمة ويلفت انتباه ويبعد انتباه الأمة إلى التمسك بنبينا صلى الله عليه وسلم.